أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. معنا مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا من قبلكم، وهذا السؤال يقول: ما حكم الكفالة الإضافية على الأجهزة بأنواعها؟ وإذا عملت كفالة ضد الكسر وكسر الجهاز عمدا لأخذ جهاز جديد، ما حكم ذلك؟ ما يتعلق بالكفالة الإضافية، فإن إذا كانت هناك صيانة حقيقية، بمعنى ليست مجرد كفالة، الكفالة الواقع اليوم هي مجرد أنه يتعهد البائع إذا كان هناك خلل فإنه سوف يعوض هذا المشتري بجهاز آخر أو بمبلغ معين. إذا كانت كذلك لا تجوز الكفالة الإضافية. أما إذا كانت بصورة تتعلق بصيانة فإنه يدفع مقابل صيانة، فلا مانع من هذه الكفالة الإضافية إذا كانت متضمنة للصيانة. إذن هي تنقسم قسمين: قسم بلا صيانة، كما هو معظم اليوم لما يتم الذهاب إلى الجهات التي تبيع أجهزة إلكترونية ونحو ذلك، فيقال بأن هل تريد كفالة إضافية؟ فإذا كانت مجردة بدون صيانة فإنها لا تجوز. لماذا؟ لأنه يدفع مقابل هذه الزيادة، مقابل الدخول في توقع واحتمال أنه يكون هناك عطل، فإذا وجد العطل فإنه سوف يعوضه، وإذا لم يوجد العطل فإنه سوف يذهب عليه هذا المبلغ الذي دفعه. هذا المبلغ طالما أنه ليست مقابل أو ليس مقابل معاوضة واضحة، فبهذه الصورة لا يجوز شرعا. أما إذا كان بمقابل معاوضة واضحة متعلقة بالصيانة مثلا، فلا مانع شرعا. لكن معظم ما نرى اليوم هي كفالة مجردة وليست هناك أي صيانة، اللي مع الصيانة جائزة شرعا. هذا والشق الثاني من السؤال يقول: عملت كفالة ضد الكسر وكسرت الجهاز عمدا لأخذ جهاز جديد. لا يجوز، لأن الكفالة حتى لو كانت ليست إضافية وإنما كفالة التي تمنح بلا مقابل، كفالة التي تمنح بلا مقابل هذه جائزة، لأن ليست مقدمة بعوض. فإذا كان ضد الكسر ثم بعد ذلك أنت قمت بالتعدي وكسرت هذا الجهاز، فلا يجوز لك أن تأخذ ما يقابل هذه الكفالة، فإن الكفالة هي ليست مقابل التعدي على هذه الأجهزة، وإنما هي مقابل عدم جودة الصنع، وجود الخلل. نعم، هم يقوموا بذلك التعويض، أما أن يتعمد الإنسان أن يقوم بالكسر فهذا لا يجوز. وإذا أردت أن تعرف حكم هذا الأمر عممه، تخيل أن كل شخص أخذ كفالة ضد كسر مثلا أو ضد أي خلل ما يكون موجود وعطل، أنه يتعمد هذا العطل ويتعمد هذا الكسر، فهذا لا يحقق الغرض الذي من أجله وضعت هذه الكفالة، فلا يجوز لك أن تتعمد. ومن تعمد كسر شيء فلا يجوز له أن يأخذ ما قدم له من كفالة إذا كسر هذا الجهاز.